أهلا بكم من جديد. يعتبر المطبخ السوري من المطابخ العريقة والأصيلة في الوطن العربي، ويتميز بتنوعه، حيث إن كل مدينة من المدن السورية لها أطباق تميزها وتشتهر بها، وذلك ما جعل المطبخ السوري غنيا بمكوناته وتنوع أطباقه. ومن الطبخات السورية الشعبية البسمشكات، اليالانجي واليبرا وباشا وعساكر، باشا وعساكر وحراء إصبعوا وغيرها. للمزيد ينضم إلينا في الاستديو المتخصص في المطبخ السوري سامر القصير. سامر صباح الخير. صباح النور. صباح الخير سامر. ومرحبا. صباح الخير. سامر، اليوم احنا قاعد نتكلم عن أكلات سورية مختلفة. لنبدأ أولا بأخفها. شو؟ حقيقة مش لاقي حاجة خفيفة بالموضوع. يعتبر المطبخ السوري من المطابخ المتميزة لسهولة مكوناته وسرعة تحضيره. وجود المطبخ السوري في تنوع أكلات كثيرة، خاصة ببلاد الحوض المتوسط في أكلات كثيرة. يعني هي هذه الكبة شو هي؟ هلا هي كبة ارتبطت الأكلات باسم البلاد كمان. هي كبة كبة مشوية. في عنا كبة المقلية والكبة المبرومة والكبة الصاجية. صح ولا لا؟ هي برغل ولحمة وبصل و مشكل تشكيله كامله. زي سريعه التحضير، يعني هي بتحضرها بيعمل. يعني هي بشكل عام بنحكي المطبخ السوري مشهور ب، يعني خلال 20 دقيقه بامكانك تقدمي طبق كامل كمطبخ سوري. في انواع كثيره، مثلا في الحراب اصبعه، عندنا اكلات معينه، هي فتت مقدوس مثلا، في الشوربات، في الصفائح الشاميه. يعني بالنسبه للمطبخ السوري ارتبط مثلا حتى بالمحافظات، مثلا الشام الفتات الشاميه، الكباب الحلبية، كل بلد ارتبطت أكلة معينة فيها. هل ممكن نعتبر مقبلات؟ في مقبلات كثيرة، مثلا التبولة والفتوش والسلطة. لا، من السفرة اللي موجودة معنا اليالانجي مثلا ممكن. هلا اليالانجي، اليالانجي وفي ورق عنب نفسه، هذا بلحم وهذا بلحم وهذا بالزيت مثلا، صار يالانجي. اليالانجي بالزيت واليبرق باللحم. طريقة تحضيرها مختلفة ولا؟ مختلفة طبعاً. تمام. طيب خلينا نتكلم مثلا شنو هذه؟ هذا من الأكلات العريقة، الأوزي. الأوزي هو عبارة عن رقائق عجين محشية رز ولحمة وبازاليا ومكسرات لوز وصنوبر. أي المناطق التي أكثر شيء؟ دمشق. يقدم بالأفراح، يقدم بالأتراح. يعني حتى صار عادي بدمشق بالأحزان الأوزي مرتبط بال، صار يقدم بالمناسبات. طيب. في السجقات كمان، هي عبارة عن الأمعاء. مكوناته إيه؟ الأمعاء تتنظف وبتنسلق وبتنحشى رز وصنوبر. رز وصنوبر كمان. في المحاشي، عند المحاشي هذه هل تختلف عن الدولمة التركية والعراقية والمحشي المصري؟ حقيقة هو ذات لا هو المطبخ هو عبارة عن ثقافة شعوب. ما انا عارف، بس ثقافة كاملة. هل تختلف طبعا اختلاف ايه طبعا ايه مختلفة مكوناتها عن المطبخ المصري مختلفة المطبخ العراقي التركي؟ كل مطبخ له هويته وله بصمته. مثلا بالمحشي انا هلا هي حسب الاكلات. نحن بالنسبه للكوسه المحشي والباذنجان والفليفله محشيه خاصه، هي الى خلطه خاصه وطعمه خاصه. طبعا حتلاقي يعني في مصر احنا ما بنعتمدش على الصوص او الصلصه بتكون في المحشي. نعم. من دون، ففي ايه الاضافات الجديده في الصحن؟ هلا هي بمية البندوره، محشي مطبوخه بمية البندوره. المطبخ العراقي ما بعرف شو المكونات بصراحه، انا بعرف المطبخ الشعبي. طيب الشيخ المحشي ايه اللي بيختلف؟ الشيخ المحشي هو عباره عن كوسه باللبن، محشي لحم ومطبوخ بال هو الصحن ده؟ تماما بالضبط، هذا. طيب كوسه. هذا شنو؟ هو يعني هذا عباره عن، عباره عن كوسه باللبن محشيه لحم. لحم ايه، مطبوخه باللبن. أنا بما يعني انه انا صاير نباتي فاستاذنكم ورايح الى اليالنجي، هذا اللي يناسبني فقط اليومين. ايه. طيب حراء اصبعه، هذا حراء اصبعه. حراء اصبعه كمان شنو اللي هو؟ عباره عن عدس مع العجين. لحظه خليني اوريكم حراء اصبعه. ايه عدس، عدس محطوط له عجين، تمر هندي محطوط له. يعني هو هاي اكله شعبيه قديمه كثير. دي شعبيه. دي اسمها منين؟ حرق اصبع، يعني اصبعه اتحرق وبيعمل الاكل. ممكن يكون اكله. طيب. بس جدا غنيه جدا بالبروتينات ومفيده جدا.
ايه في عجين، لان عجين احنا اللي عندنا مثلا بالمنطقه محروق صبع، محروق صبعه ممكن ايه يكون عجين مع تسميته ما عندي فكره. طيب زي ما الكبه ممكن تكون مع لبن وممكن تكون مقليه او مشويه، في انواع حوالي 13 نوع من الكبه. هي اكثر شيء اشتهرت المطبخ السوري، اشتهرت حلب بالكبه الحلبيه، ارتبطت باسم الماده. يعني كل حتى اسماء الدول ارتبطت بمطبخها، يعني هي نفس المكونات بس مع لبن. ايه هي مثلا الكبه المشويه، هي كبه مقلية، كبة لبنية بتنطبخ باللبن، هي كبة مقلية في الكبة المشوية وكبة الصاجية والسمائية في أكلات كثيرة، كباب أنواع من ما لذ وطاب. طيب البامية، البامية هي الحقيقة دير الزور اشتهرت بالبامية، المطبخ بالشام كل بلد ارتبطت بأكلة معينة، يعني البامية عليها رمان، رمان بالضبط، كمان بتعطي كمان نكهة يعني كثير متميزة. بسمشكات كمان هي عبارة، شنو البسمشكات؟ إن شاء الله شحات لحم محشية، لحم ورز كمان من الأكلات القديمة، لحم ورز حقيقة. أي تمام، الأكلات العريقة محشية يعني. الرز رز ولحمة، رز ولحمة، خليني هي من ضلع من ضلع الخروف، هي من ضلع الخروف تماما، لحم رز ولحم وصنوبر وأكلات. هو المطبخ السوري حقيقة هذه البسمشكات سهل التحضير، يعني رغم تنوعه. شكرا جزيلا سامر، انتهى وقتنا. شكرا على وجودك معنا سامر، خلي لي اياكم. لا انا اكلت بس بدون لحم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، الى اللقاء مشاهدينا.